شهدت الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا تألقاً لافتاً للأندية السعودية، والتي نجحت ثلاثة منها في التربع على الصدارة بعد تحقيقها للعلامة الكاملة. وخلال الجولة حصدت الأندية الأربعة 9 نقاط من أصل 12 نقطة بعد تحقيقها لثلاثة انتصارات، قابلها خسارة وحيدة للفيحاء في ختام الجزء الأول من دوري المجموعات للبطولة القارية. ففي جدة حسم الاتحاد لقاءه من أمام القوة الجوية العراقي بهدف في الرمق الأخير ليرفع رصيده ل6 نقاط معتليا قمة المجموعة الثالثة، مع تبقي لقاء مؤجل له مع ملاحقه سبهان الإيراني صاحب ال4 نقاط. وعلى استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض حقق الهلال انتصاره الثاني على حساب ضيفه مومباي سيتي الهندية، الذي أدخم شباكه ب6 أهداف نظيفة، جاءت 3 منها للصربي المتألق متروفيتش، ليصل للنقطة 7 ويتصدر فرق المجموعة 4 بفارق الأهداف عن نفلخور الأوزبكي. بدوره خسر الفيحاء مواجهته أمام مستضيفه العين الإماراتي ب4 أهداف لهدف، ليتراجع برتقالي المجمع للمركز الثالث ب3 نقاط في المجموعة الأولى، متساويا مع الوصيف بختاكور الأوزبكي ومتذيل المجموعة أهال التركماني. وفي ختام مباريات الجولة، قاد النجم كريستيانو رونالدو النصر لتحقيق فوز مثير على الدحيل القطري ب4 أهداف لـ3 على ملعب الأول بارك، ليتربع النصر على صدارة المجموعة الخامسة ب9 نقاط ومنهيا الجزء الأول من دوري المجموعات بالعلامة الكاملة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه بيرسبوليس الإيراني.